أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة ساحر الشطرنج. من أمتع من لعب الشطرنج الساحر الصغير بول مورفي، ألكسندر أليخين، مايكل تال، جاري كاسباروف. هؤلاء الأربع أبطال هجمع أفضل أدوارهم وهعلق عليها، أولا من حيث المتعة، وثانيا من وسط هذا السحر قد نتعلم بعض الأشياء. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 3 من سلسلة ساحر الشطرنج، وده الفيديو الأول لألكسندر أليخين. ألكسندر أليخين اتولد في موسكو في 1892، وهو روسي الجنسية، ولكنه هاجر واكتسب الجنسية الفرنسية. وهو لاعب ذو نظرة خارقة فوق العادة بالنسبة للرؤية التكتيكية، ومحبي الشطرنج في العالم بيبدو احترام كبير لأليخين كأحد أفضل الجراند ماستر في التاريخ. ومن آرائه في الشطرنج قال: أنا لا ألعب الشطرنج، أنا أحارب في الشطرنج. أليخين فاز ببطولة العالم أول مرة في 1927 لما فاز على بطل العالم جوزيه راؤول كابابلانكا. دافع عن لقبه مرتين 1929 و1934 أمام نفس المتحدي بوغليوف، وفاز عليه في المرتين. فقد أليخين لقبه كبطل العالم أمام الهولندي ماكس إيوي سنة 1935، واستعاده مرة أخرى في سنة 1937. واستمر أليخين يحمل لقب بطل العالم حتى توفي في فرنسا 1946، ولكن تراثه من الأدوار الرائعة ما زال بينير الطريق للكثيرين من هواة الشطرنج. دور رقم 1، أليخين بالأسود بيلعب أمام ألكسندروف بالمراسلة 1909. E4 E5 Knight F3 D6 D4 نايت D6 بيشوب C4 وأليخين لعب C6. النقلة دي نقلة سلبية ودفاعية، وده لطمع الأبيض في إنه يبدأ بهجوم مبكر وغير ناضج وحينتهي سريعا. نايت G5، ألكسندروف بدأ بالهجوم على المربع F7، وبالطبع التهديد ده من السهل الدفاع عنه، وأليخين رد بنايت H6 بيحمي بيدق F7. F4 الأبيض مستمر في الهجوم، وكان عليه بدال F4 إن يكمل بكسل ويحاول يأمن الملك قبل الهجوم، ولكن هو لعب F4 وكمل الدور بيشوب E7 كسل كسل نايت F3. الأسود دلوقتي أصبح متقدم في التعبئة، وبذلك يستطيع القيام بفتح الدور. وبالفعل أليخين لعب E takes D4 نايت تيكس D4، ودلوقتي أليخين هيستخدم الأدوات التكتيكية البسيطة لفتح الوسط، وكمل D5 E D5. ودلوقتي من المفترض أن الأسود ياخد بالبيدق C، ولكن أليخين لعب نقلة بسيطة وهي نايت B6، نقلة قوية. الأسود بيفوز بتيمبو لأنه طالب الفيل مع البيدق، والأبيض كمل بيشوب D3. لو الأبيض ملعبش البيشوب D3 ولعب مكانها البيشوب E2، كان أليخين هيكمل ببيشوب F6 بيربط الحصان، وبعد كينج H1 الأسود بيكمل بنايت تيكس D5، والأسود له الأفضلية. ولكن على أي حال الأبيض في الموقف ده لعب بيشوب D3، وأليخين كمل ببيشوب C5 بيربط الحصان، ودلوقتي الحصان مش محمي بالوزير، والأبيض لازم يحمي الحصان، ولعب C3 Queen takes D5، والأبيض كمل ببيشوب E3. لو الأبيض ملعبش البيشوب E3 ولعب مكانها King H1، الأسود هيكمل بيشوب D4 CD4 بيشوب F5 بيشوب E3 بيشوب takes D3 Queen takes D3. ودلوقتي الأسود هيلعب نايت C4 بتنبو على الفيل وعلى البيدق B2، ولازم الفيل يتراجع، والأسود له الأفضلية بوضوح. ولكن على أي حال في الموقف ده الأبيض كمل بيشوب E3،
وأليخي نكمل بنقلة قوية نايت جي فور. لاحظ النشاط والكفاءة اللي بيلعب بيها أليخين بقطعه الصغيرة وقارنها مع القطعة الصغيرة للأبيض، هتعرف ليه الأسود له الأفضلية. والأبيض كمل كوين اف 3، ولكن أليخين كمل بنشاط بالنقلة القوية روك اي 8. الأسود بيزود من تفوقه ودلوقتي بياخد السيطرة على العمود الوحيد المفتوح. لاحظ ازاي ان أليخين بنقلات بسيطة بياخد التفوق وبيقود الدور. والأبيض مجبر على لعب كوين تيكس دي 5، نايت تيكس دي 5، بيشوب سي 1. قطع الأبيض رجعت تاني إلى مواقعها الابتدائية، بينما القطع الصغيرة للأسود بتسيطر على الرقعة. ودلوقتي أليخين استثمر الربط اللي واقع على الحصان بطريقة فنية وذهب إلى ترجمة سريعة للدور، ولعب هنا النقلة الفائزة. وهترك لك بعض الثواني لكي تستنتج نقلة أليخين اللي سلم الأبيض بعدها على الفور. أليخين كمل بنايت بي 4، نقلة قوية جدا. أليخين طالب الفيل، وفي نفس الوقت الفيل ما يقدرش يبتعد عن حماية مربع السي 2، وإلا أليخين هيلعب نايت سي 2 ويفوز بالرخ. الأبيض ممكن يدافع بأكتر من دفاع، ولكن كلهم لن يصمدوا أمام تهديد الأسود. يعني مثلا الأبيض ممكن يكمل بإتش 3 طالب الحصان، وهنا أليخين ممكن يرد بنايت تيكس جي 3، اتش تيكس جي 4، بيشوب تيكس جي 4، كينج اتش 2، بيشوب تيكس دي 4، سي تيكس دي 4، روك اي دي 8. والأسود فايز ببيضة وهيفوز بالبيضة الثاني ثم الثالث ويفوز بالدور. وإذا الأبيض كمل بسي تيكس بي 4، الأسود هيرد بيشوب تيكس دي 4 تشيك، كينج اتش 1، وهنا الأسود هيلعب النقلة المفتاح نايت اف 2 تشيك بشوكة للملك والفيل، والأسود هيفوز بقطعة. وأفضل دفاع عند الأبيض إن يضحي بالرخ ويخسر فرق والأسود هيفوز. وبعد ما استعرضنا هذا الدور وشفنا إزاي أليخين فاز بنقلات بسيطة وسهلة وممكن أي حد منا يستخدمها، ولكن ده السهل الممتنع، ولذلك بنسمي أليخين ساحر الشطرنج. ودلوقتي يلا نشوف أليخين في دور آخر ونشوف هيفوز إزاي. دور رقم 2، أليخين بالأبيض ضد شتاينر بالأسود في بارتلي 1929. دي 4، نايت اف 6، نايت اف 3، دي 5، سي 4، دي سي 4، اي 3، اي 6، بيشوب سي 4، سي 5، كاسل، اي 6، كوين اي 2، نايت بي دي 7. نقلة مش معروفة في جنبية الوزير المقبول، ولذلك الاسود هيقع في مشاكل. الاسود بدل ما يلعب النايت دي 7 ممكن يكمل بالنقلة بي 5، والابيض بيرد بيشوب بي 3، والاسود بيلعب بيشوب بي 7، والاسود عنده امل في التساوي. ولكن على اي حال الاسود كمل نايت بي دي 7 اللي قلنا عليها نقلة سيئة، وأليخين كمل نايت سي 3. ممكن الابيض ايضا بدال النايت سي 3 ممكن يكمل بالنقلة اي 4 ويمنع الاسود نهائيا من لعب البي 5. ولكن على اي حال أليخين فضل ان يكمل بنايت سي 3 كوين سي 7. مرة اخرى مش دي النقلة الافضل في هذا الموقف، والنقلة الافضل ان الاسود يكمل ببي 5، بيشوب بي 3، بيشوب بي 7، وما زال بيأمل في التساوي. ولكن الاسود هنا لعب كوين سي 7، والنقلة دي غير دقيقة، ولمجرد نقلة سيئة ونقلة غير دقيقة أليخين عاقب الأسود وكمل دي 5، نقلة قوية جدا. النقلة دي معروفة إنها بتخترق معسكر الأسود، ولكن قوتها بتستمدها من الموقع السيء للوزير على مربع سي 7، وحنشوف فورا إزاي. والأسود كمل اي تيكس دي 5. دي أيضا مش أفضل نقلة في هذا الموقف، والخبراء اقترحوا النقلة نايت بي 6. والنقلة دي بتبدو افضل دفاع،
والأسود بهذه النقلة بيتجنب الدخول في مشاكل خطيرة. وممكن تكون التكملة دي تيكس اي 6 نايت تيكس سي 4، وهنا الأبيض بيكمل بكوين تيكس سي 4، ودي النقلة الصحيحة. الأبيض لو ملعبش كوين تيكس سي 4 وحاول إن هو يفوز ببيضة ولعب اي تيكس اف 7 تشيك، الأسود هيكمل بكوين تيكس اف 7 وبيحمي الحصان، والأسود هيفوز بقطعة. ولذلك الأبيض هنا بيكمل كوين تيكس سي 4 بيشوب تيكس اي 6، والأسود حسن موقفه وما زال يأمل في التوازن. ولكن على أي حال الأسود اختار هنا إن يكمل اي تيكس دي 5، وأليخين هنا لعب بيشوب تيكس دي 5. وهي دي أفضل نقلة في هذا الموقف. الفيل قوي جدا على هذا المربع، وإذا الأسود حاول إن هو يكسره الأبيض هيضع حصانه على المربع دي 5 القوي، وفي نفس الوقت واخد تمبو على موقع الوزير السيء اللي على السي 7، والأبيض هيوصل لموقف بيتمتع فيه بأفضلية كبيرة. على أي حال الأسود كمل بيشوب دي 6 اي 4 كسل، وبكده وصلنا لموقف الأبيض فيه بيتمتع بالأفضلية لأن بيتحكم في مساحة أكبر من الأسود، وفي نفس الوقت فيله اللي على الدي 5 قطعة قوية. والأسود رغم إن هو ما عندوش إضعافات في هيكل البيادق إلا إنه مازال بيحتاج لتنظيم كبير لقطعه في جناح الوزير. وبالطبع أليخين متخصص في مثل هذه المواقف، وهيحاول يستثمر المبادرة في مثل هذا الموقف. وكمل بيشوب جي 5 والأسود رد بنايت جي 4. أليخين بيعلق على هذه النقلة بأن رغم أن النقلة دي نقلة سيئة إلا أنها تقريبا إجبارية، لأن الأبيض بيهدد ببيشوب تيكس اف 6، ودلوقتي لو الأسود أخذ بالحصان الأبيض هيكمل بإي 5 بشوكة للحصان والفيل، ولذلك الأسود مجبر في هذا الموقف على التكملة بجي تيكس اف 6، وبكده هيدمر هيكل البيادق في جناح الملك. اذا الاسود في الموقف ده مضطر ان هو يلعب نايت جي 4، واليخين بيكمل بكل بساطة اتش 3 طالب الحصان نايت جي اي 5، وهنا اليخين لعب نقلة بسيطة ولكنها في منتهى القوة نايت اتش 4. النقلة دي بتزود مشاكل الاسود لان الابيض بيهدد حاليا باف 4 وهيبعد الحصان الاسود عن الوسط، وأيضا الأسود أصبح بيعاني من تقلص موقفه وقطعه بتعرقل بعضها البعض، وممكن نقول إن أليخين فايز من الناحية الاستراتيجية. وكمل الدور نايت بي 6 اف 4 نايت سي 6، قطع الأسود أصبحت مقدسة في جناح الوزير وابتعدت عن الدفاع عن جناح الملك. وأليخين كمل بنقلته القوية اف 5 نايت اي 5 كوين اتش 4، الوزير الابيض التحق بالهجوم مع قطعه في جناح الملك، ورد الاسود روك اي 8، وهنا أليخين لعب روك اف 4. النقلة دي مش افضل نقلة في هذا الموقف، وأليخين كان ممكن يكمل بالنقلة القوية روك اي جي 1 ويزود من افضليته في الموقف، ولكن على اي حال أليخين كمل بروك اف 4 والاسود رد ببيشوب اي 7. النقلة الدفاعية دي نقلة سيئة، وأليخين استغل هذه النقلة افضل استغلال. الاسود كان بدال البيشوب اي 7 كان ممكن يلعب نقلة قوية سي 4، ودي كانت بتمثل افضل رد للاسود على نقلة أليخين روك اف 4، ولكن على اي حال الاسود فضل ان يكمل ببيشوب اي 7، وهنا أليخين استغل الفرصة ولعب اف 6. وبالطبع الاسود ما يقدرش ياخد ببيدا الجي ويكشف موقع الملك، ولذلك الاسود كمل بيشوب اف 8 والابيض رد اف تيكس جي 7، والابيض هو اللي فتح موقع الملك، والاسود كمل بيشوب تيكس جي 7 روك اي اف 1. أليخين بيكثف ضغطه على المربع اف 7، والاسود دافع ببيشوب اي 6، وأليخين كمل نايت اف 5.
كل قطع الأبيض بتحاصر الملك الأسود المسكين في جناح الملك، والأسود كمل بيشوب تيك سي دي 5. لو الأسود ملعبش بيشوب تيك سي دي 5 ولعب بيشوب تيكس اف 5، الأبيض هيرد بروك تيكس اف 5، وبدأ الاف 7 لا يمكن الدفاع عنه، ولذلك الأسود هنا كمل ببيشوب تيكس دي 5، وألخن رد ببساطة نايت تيكس جي 7. والأسود لازم يلتزم بالدفاع وكمل نايت جي 6. لو الأسود ملعبش نايت جي 6 وكمل بكينج تيكس جي 7، ألخن هيفوز بعد بيشوب اف 6 تشيك، كينج جي 8، كوين اتش 6، طالب كوين جي 7 تشيك ميت، والأسود بدون دفاع. ولذلك في الموقف ده الأسود كمل نايت جي 6، والأبيض رد نايت تيكس اي 8، روك تيكس اي 8، نايت تيكس دي 5، والأبيض متفوق بقطعة ومازال محتفظ بهجوم المميت على ملك الأسود، ولذلك الأسود سلم. ومن استعراضنا لهذا الدور شفنا إزاي ألخن الساحر استغل خطأ الأسود بنايت دي 7 مع كوين سي 7 الغير دقيقة، وأعطى الأسود درس قاسي بنقلات بسيطة وسهلة، ولهذا بنسمي ألخن ساحر الشطرنج. ودلوقتي أقول لكم إلى اللقاء مع الفيديو القادم من هذه السلسلة.